رأي حضرتك في المؤتمر؟ بالتأكيد حدث يمكن أن يصبح تاريخيا وفاصلا في تاريخ هذه الأمة إذا ما اعتبر بداية خطوة أولى على طريق تجميع القوى المدنية. القوى المدنية التي سبب التأخر في توحدها كان سببا رئيسيا فيما نحن فيه الآن من خيارات غير مقبولة لدى الناخب ولدى المواطن المصري. لعل ما لم يدرك من قبل إذا تم إدراكه الآن يحقق الكثير. في مجموعة من المطالب، في أهداف ثورة غير قابلة للمساومة عليها وغير ولا التفاوض فيها. هذه الأهداف على من يأمل في أن يتولى قيادة مصر أن يحترم مطالب شعبها التي رددها واضحة غير ملتبسة من مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية والدستور المعبر عن إرادة الأمة بجميع أطيافها. من مثل هذه المطالب يمكن أن يكون ذلك خطوة على الطريق. في مؤتمر صحفي أخير للدكتور محمد مرسي وفي حوار شهير مع الأستاذ يسري فودة قال كل ما تطلبه القوى الأساسية أنا موافق عليها، فما تعليق حضرتك؟ في مسألتين. الأولى أنه هذه التعبيرات المعممة والمعماة من شأنها ألا ترضي وألا تشفي. أستاذ يسري فودة فندها له بند بند. أنا أقصد أن تكون التعهدات قطعية ولا يلتبس فيها، مش عايزين شعار. الأمر الثاني متعلق بجماعة الإخوان المسلمين وما يمكن أن تعلنه من أن ذلك التصريح يمثل رأي صاحبه ولا يمثل رأي الجماعة، يمثل رأي الحزب ولا يمثل رأي الجماعة، يمثل الجناح الفلاني. هذا التضارب الذي اعتدنا عليه فيما يصدر عن جماعة الإخوان المسلمين من تصريحات وعدول عنها ونقول، أظن أنه جاء الوقت ليصبح الأمر واضحا. يعني عاوزين كلام قطعي موثق إعلاميا وأمام الشاشات صادر عن إرادة حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. هو يعتبر موثق من الدكتور محمد مرسي بنفسه مع الأستاذ يسري فودة وقال أنه يتعهد أمام هذا البرنامج الشهير وهو موقع بكل ما جاءت في الاتفاقيات أو ما تطلبه القوى السياسية. اللي 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 بيصوتوا لأحمد شفيق نوعين، إما أصحاب مصالح يريدون استعادتها كانوا عليها في النظام القديم ويريدون استعادتها الآن، أو مجموعة من المتخوفين من تغول الإخوان المسلمين واستئثارهم وتكويشهم وإقصاء الآخرين وتهميشهم. علشان كده الطمأنة مش هتيجي من مجرد تصريح فرد. أنا بقول لحضرتك الناس لا تخاف محمد مرسي. أدوات الاطمئنانة بقى إيه هي؟ المطلوب إيه من باب الاطمئنانة؟ أنا بقول لحضرتك إنه الناس تتخوف من الجماعة، من عناصرها. تعهد من شخص قيادتها في حد ذاته غير كافي. أنا بقصد أنه هناك طبقة سوف تظهر في الشوارع، في المدارس، في الجامعات، طبقة على أثر تولي الإخوان المسلمين رئيس الجمهورية. هذه الطبقة إن تصورت أن من حقها أن تتميز أو من حقها أن تسبق الناس بخطوة أو تتفضل على الآخرين بدرجة، هذا الأمر لن يكون مسموحا به. علشان كده بنقول أنه هذا التعهد الجماعة. ثاني حاجة انه فيه قيد مش بس على شخص رئيس الجمهورية ولكن ايضا على الفئة التي سوف تزعم انها اصحاب فضل عليه في الاتيان به، ومن ثم سيستردون هذا الفضل بالتميز في معاملة الشارع. المطلوب ايه بقى سألتك؟ هل في وثيقة يوقع عليها بتوقعات من جماعة ومن دكتور محمد مرسي؟ انا امام تساؤلات واضحة. في سؤال متعلق بالجمعية التأسيسية مثلا، كيف سيكون تشكيلها؟ كيف سيكون تشكيلها؟ كيف سيتم التصويت على قراراتها؟ أعتقد دي أمور يمكن أن يجاب عليها بكلمة، ويستطيع الناخب من خلال هذه الإجابة أن يحدد إذا كان هؤلاء قادرين على أنهم يقودوا بمسؤولية عامة عن كافة المجتمع أو بمصلحة خاصة تخص فريقهم لوحده.